الشيخ حسن بوهزاع رئيس الاتحاد العربي. التطوع ما الذي يمثله في مجتمعاتنا العربية كدعم للحكومات حتى نستطيع أن نمضي في مبادرات تنموية وبالتالي نقلل من معدلات الفقر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ربي يجعل هذه الأرض واحة أمن وسلام. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشرفني أن أرفع لكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح وتميز منتدى شباب العالم. كما أشكر اللجنة المنظمة على حسن الاستقبال والتنظيم.